الله يعافيك طولنا. الله يعافيكم ويسلمكم ويطول لياليكم. شكرا لكل من سأل وتحمد للسلامة لأمي، الله يعطيكم العافية. الموضوع ما في، يا طولنا العمر والسلامة، أخي الصغير كان ماخذ أمي ورايح للمستشفى عشان موعد الغسيل حق الكلى. قدر الله سبحانه وتعالى صار عليهم حادث، أمي انكسرت يدها اليمين، جتها شوية رضوض في الصدر وفي الأكتاف. أخي الصغير جته رضوض وجاه رضة في الوجه، مدري انكسر الغضروف، مدري كيف طريقته. المهم الحمد لله أمورهم طيبة، أمورهم طيبة الحمد لله. السيارة راحت تالف، الله يعوضنا خير. قعدت عندهم من الساعة 3:30 تقريبا 4 لين الساعة 8 تقريبا 8:30. تطمنت عليهم الحمد لله أمورهم طيبة. كلمتهم قبل شوية قالوا خلاص طلعوا. أنا الحين في الرياض مع دمنان دياية. الله سمعت ولا لا؟ دوبنا الحين والله دخلنا الفندق، دوبنا الحين بنريح ناخذ لنا غفوة لين الساعة 6 7 كذا ونروح للموضوع ذاك اللي علمتكم عليه. شكرا لكل من سأل وتطمن، أبشركم أمي بخير، أخي بخير، أنا بخير، كلنا بخير ما علينا خلاف. كمية التعليقات اللي شفتها تتحمد لأمي بالسلامة، واللي يدعون لها، واللي والله ما أدري شو أقول شو أخلي، لكن الله يديمكم، أسأل الله العظيم أنه يديمكم ويخليكم لي في أمان الله. هي شيخة الزين والأخلاق والعفة، هي شيخة الزين والأخلاق والعفة، سبحان من زين الخلقة وسواها بكفة، وخلق ربي كله بكفة، تفرق عن العالم في أجمل مزاياها، الخد والوجه والعينين والشفة، تبطي بطوم الحد وتجيب شرها. جانا دعوة من أبناء المرحوم سعد بن سيف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه. آمين. تقدم الأخوان جعلهم يسلمون بالكلام، ولا هم ما أطلق مني، ولكن على ما قال ما طلق خنجر تخدم سيوف. ما طلق جانا ملبين دعواتكم يا أبناء سعد. مرحبا بكم إلى الحزدي مسلمين وسلامتكم. سلام. مرحبا ومسهلا.
جينا مسلمين ومنبين للدعوه الغاليه ودعوه الكلمه من اخواننا الغاليين حضرنا على اثرها. انا اخواني اللي تشوفونهم كلامي خدمه لهم ما طلع مرحبا الفنا منبين هذه الدعوه الكريمه هذه مبادئ علمنا وسلاماتكم. سلامتكم سلامتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم جميعا. باسم أبناء سعد بن سيف يرحبون بالحاكم جميعا. صغيركم وكبيركم. ويشكرونكم على الخطوة اللي خطيتوها لهم وتحنيتوا مسافات آلاف الكيلومترات. تعنيتوا في سبيل رضاهم وكرامتهم واستجابة لدعوتهم. أبناء سعد بن سيف يرحبون بالحاكم ويقولون تفضلوا على عشاكم مرحبا والله وسهلا. تفضلوا وحياكم الله. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. الله يحييك الجميع. الله يحييك الرياض كلها. يلا يلا Thank you.
الله يعطيكم العافية يا عيال سعد ويكثر خيركم يرحم والديكم ويجود عليكم ولا غريبة عليكم لا في داعينكم. إن الله يكثر خيركم يا حباني. وافين ومجملين استقبال بطل وما شاء الله فعاليات ولا أجمل ولا أروع. والله يكثر خيرهم ويرحم والدينهم. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. الليل دوبه بدأ عندهم. والله دوبه بدأ. لكن أما أنا والله إني قهرت وإني جاي من سفر ولا رقدت إلا ساعة ونص. وإن أنا يا ربي قهرت قسما بالله إني حتى الضعيف يا والله أنا قهر الحاكة. والله كلنا قهرنا قسما بالله. ولكن عادة هيا هيا على الفندق توكلنا على لا دايت ايه دايت ايه يا حبيبي صلي على النبي كده في قلبك دايت ايه الاكل ده يا حبيبي متعه لذه من لذائذ الحياه الكبرى على راي فنان احنا الفخرات دايت ايه سعرات حراريه لا دايت ليش كده انت كلام ما فيك خوف الله ليش كده كلام ما في كلام كويس عندك ملاحظة؟ نعم الملاحظة تأجلها على جيتنا الثانية وشكرا بس لك بس خليها أقول لك إياها ولا تحكيها أبا هذا المايك هم خليه على صفحة في ما له عندك ملاحظة؟ هذا موت خلاص إنا وإنا ولدين وأموت وكذا هذا موت خلاص إنا